يا جماعة أخباركم إيه؟ تمام، أفرجكم على منهاتن عامة يعني. تعالوا ممكن تعالوا نوريكم شوارع كده ونظبط شوية كده كام نتمشى يعني. ده لما يكون في كونستراكشنز أو حاجة بتتبني يعني، بيعملوا الحاجات دي كده زي ما أنتم شايفين عشان الناس تمشي تحتها. الدنيا بتمطر حاجة بسيطة عشان كده الناس ماشية بشماسي يعني. بتاع دي مكتوب عليها بيدي، دي زي السايس كده ما بيوقفوا عربيات لا يحطوا ورقة زي المحطوطة دي. الورقة دي بيبقى زي ما تقول كده ايه اسمها ايه، حاجة خاصة يعني، حاجة خاصة ان هو يعرف يركن هنا، يا اما بياخد من البتاع اللي اسمها بيدي اللي جاية في تاني في وشنا دي، ده السايس الالكتروني. بيحط هنا فلوس وبتاع ويزبط ويطلع ورقة بالتايمر اللي هو هيقف بيه. لو هيقف مثلا ساعتين بيدفع على حسب المكان، بس يعني اولموست تبقى الساعه مثلا بدولار، دولار ونص، 2 دولار على حسب الاماكن يعني. دي كشك كلها عرب بس ما شاء الله، دي مش عربيه، ده مكسيكو، ده غريبه. ده اللي اكيد عربي. ايا كان يقول لك ما هي او عربي يا عادي امريكا يعني، مش حوار. احنا هنا في تقريبا في وسط منهاتن، احنا في تايم سكوير، الافينيو اوف امريكا، ده الافينيو اوف ذا امريكاز، ده الاسم بتاع الشارع، لكن هو اصلا السكس افينيو عادي. زي مثلا ايه عندنا، زي مش عندنا حاجه كده، في ممكن عندنا بس يعني هو اسمه كده بس، ده 6 يعني. احنا الشارع اللي قبل ده كان 4، واللي بعد 5، ده المفروض 6 بس هما بيسموه افينيو اوف ذا امريكاز. البارك دي عملت فيها سيشن تصوير قبل كده، وهم فعلا بيعملوا سيشن تصوير هنا اهو، بس انا عملت فيها واحد يعني. مش بالحاجات دي كلها يعني، بس واضح ان في جوه ايفنت ولا حاجه ايا كان. ايا كان البارك دي اسمها اعتقد بيريانت بارك، اعتقد بيريانت يا تقريبا بيريانت، انا ما افتكر، مش فاكر بالظبط بصراحه، بس كان بيريانت تقريبا دي اللي في 6، بس في 2 جنب بعض قوي وانا مش فاكر، مفيش حاجه مكتوبه. طيب يا على الزباله اهي بيريانت فعلا. طب تمام، انا بعمل ايه دلوقتي بصراحه؟ هي مكتوبه اهي برضه، دول كلهم عرب عرب زي ما انتم شايفين كده، جو جميل ولذيذ والدنيا لذيذه، الناس كل الطائفات، all nationalities different cultures all mentalities everything، كله بلاك وايت ايجين ايست everything، كل حاجه موجوده ودون تعصب، ومفيش اي تخلف للاسف الشديد من التخلف اللي احنا لسه بنفكر فيه. مش عارف والله، يعني كان المنطقه دي كلها منطقه شركات، عشان كده تلاقي ان معظم الناس اللي ماشيه لابسه بدل ومتشيكه، علشان كلهم بيكونوا مخلصين الحاجات بتاعتهم شغلهم. انا الساعه دلوقتي بص الساعه فوق اهي 12 تقريبا بالظبط، يا رب الحق.
ايا كان. فهم يا الناس هنا بتخلص 12 وفي ناس بتخلص 4. لا مفيش ناس بتخلص 4، كله بيخلص 3 ومعظم الناس بيخلص 12 سوري، لان هنا الوقت اليوم بيبتدي بدري قوي. احنا في الفايف افنيو، بص احنا كنا في السكس دلوقتي فايف اهو، استنى عشان هي هتقفل عليا والناس دي هتدوسني. انا لما ما اتذكر ان احنا المفروض نمشي كده وبعد كده نخش يمين يعني. اوه بصوا اللي هناك ده اللي هناك ده دي البابليك ليبرري تقريبا اكبر مكتبه يعني في ذا سيتي في مانهاتن. اعتقد المفروض اخش يمين، مش فاكر. ده الهوملس ده يهودي اهو، يهودي تعرفه من الطبقة بتاع اللي فوق دماغه اهي، اللي تخاف منه اليهودي اللي من اليهودي اللي من غير السوالف الطويلة دي، ده اللي تخاف منه. لكن اللي هما بيبقوا سوالف طويلة دول اللي هو بتوع ليش يعني والكلام ده ما تخافش منه، لان ده اصلا فعلا بيكون متدين بس يعني. لكن التانيين دول هما اللي بتخاف منهم، هما دول المشاكل كلها معاهم يعني مش التانيين. سري اتفرج انت خسران ايه؟ انت مش حضرتك انت عايش في مصر مش هتعرف تشوف الحاجات دي كويس يعني. قريبا ان شاء الله هنزل مصر ف ربنا يسهل. الناس كلها ماشيه ايه كانهم انا دخلت يمين ذا بانك اوف امريكا، كان في شائعات بتقول ان ذا بانك اوف امريكا ده جمال مبارك شريك فيه، شريكه نصفي يعني 50%. بس انا ما اعرفش عامه الاقاويل دي لحد النهارده في ناس مصدقاها وفي ناس مش مصدقاها، وانا بصراحه ما اعرفش الحقيقه فين يعني. بس والله يعني عادي يعني، هو انت بتتكلم في ايه يعني؟ ان رئيس جمهوريه 60 سنه يعني ما يبقاش شريك في بنك دولي؟ لا يعني ماكدونالد. اتفرجوا ستاربكس. اوه فورا ده بالنسبه للناس البنات وكده، يا نهار اسوح ومنيل، حاجه جامده جدا، ده ممكن يخش يناموا جوه. طبعا احنا بالنسبه لنا عادي يعني مفيش اي مشاكل، ده بيبيعوا كاندي بس. ده كشك زي اللي عندنا اهو، ده سيتي بانك. ايه ماديسون افنيو ايست 42nd ستريت، دي الاماكن يا جماعه مشهوره قوي 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 في نيويورك والله. دول بيعملوا فيها معظم الافلام وبيقفلوا الشوارع دي، هي دي الشوارع اللي انت بتشوفها في الافلام يعني عامه يعني. انا مش عارف المفروض امشي ازاي بصراحه، هضطر ان انا اقفل الفيديو بقى كفايه كده عشان اشوف انا ماشي ازاي. بس انا ام سو كلوز يعني، هبقول لك رايح فين لما اقرب اعمل فيديو تاني. يلا نشوفكم على خير.